يا مساء الفل عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض السي فود شاودر او شوربه السي فود، وهتبقى تقيله وكريمي كده وحاجه ريتش وعظيمه. وبعد كده هنعمل سموذي الليمون بالنعناع. طيب ايه المكونات اللي عندي للشوربه؟ عندي الاول هقول لكم البروتين. عندي هنا شويه من السلمون متقطع زي ما انتم شايفين كمكعبات، عندي شويه من الجندوفلي المخلي، عندي هنا شويه قش بياض، وعندي شويه من الجمبري. غير كده بقى عندي بطاطس، كرفس، بصل، زبده، بقدونس. بالنسبه للتوابل عندي بابريكا وشطه، ريحان وزعتر مجففين، وطبعا ملح وفلفل. عندي شبت وجزر، عندي مرقه سمك، شويه من الويبنج كريم او كريمه الخفق، وشويه من الدقيق. طيب على طول كده هناخد الاول الزبده، نديها فرصتها كده تبتدي تسيح. هنزل عليها نقطه بس من زيت الزيتون عشان الزبده ما تتحرقش، وهدي فرصه للزبده تسيح. خلاص. طيب ايه الفكره في التشاودر؟ فكره التشاودر ايه؟ يعني فرق التشاودر عن الشوربه العاديه ان هو بيبقى اتقل قوي وبيبقى كريمي، بيبقى فيه البروتين او ايا كان الخامه اللي فيه بتبقى بلوكس كده او مكعبات كبيره. ده بيبقى ظريف قوي مع السي فود بالذات، بيبقى ظريف وبيبقى طعمه كمان مركز. على طول كده عايز انزل بالثوم، هنزل معاه بالبصل، كرفس، الجزر، وهنزل معاهم بالبطاطس. والبطاطس دي انا مديها نص سلقه، لكن ممكن نستعمل بطاطس نيه تمام. خلاص اهو كده هدي ملح، فلفل اسود، هدي تقليبه كده الكلام ده كله يبتدي يتحمر. قلبنا كده الخضار بتاعنا شويه، البصل عندي خلاص ابتدى يدبل. هناخد التوابل، عندي البابريكا، الشطه، الريحان المجفف، الزعتر المجفف. تمام، ندي تقليبه كمان. هنزل على طول هنا بالدقيق، عايز اقلب الكلام ده ونخلي الدقيق يتحمر كده دقيقتين. قلبه كويس قوي لحد ما ابقاش شايف خلاص الدقيق. وهنا بقى الميكس اللي بقول لكم عليه اللي هو الدقيق، وهننزل بعد كده بالمرقه، ده لوحده بيتقل لنا الصوص. وبعد كده ننزل كمان بالويبنج كريم، عشان كده بقول لكم هنستعمل كريمه الخفق مش كريمه الطبخ، عشان عايز القوام الاتقل. لو احنا ملناش قوي في التشاودر عايزين نعملها شوربه عاديه، ممكن نستعمل كريمه طبخ، وممكن نقلل الدقيق او نستغنى عنه خالص. احنا بس هنا كل ده بنعمله عشان نطلع في الاخر القوام الكريمي اللي احنا بندور عليه. حمرنا كده الدقيق الدقيقتين دول، هنزل عليه بالمرقه، نقلب بقى الكلام ده كويس قوي. هديله سنه من الميه، وعلى الكلام ده
هجيب البروتين بتاعي، هنزل بالسمك اهو، جمبري، السلمون، واخيرا الجندوفلي. وهنا بقى العب في السيفود بقى زي ما انت حابب. ممكن نعمل كده بسمك بس، ممكن نعمل كده بجمبري بس، بس انا ايه جبت اكتر اربع حاجات انا بحسهم بيليقوا على بعض في الشوربه دي. قلب كده كويس قوي، كل الحاجات اللي احنا حطيناها سواء السلمون سواء السمك الجمبري الجندوفلي، كل الحاجات دي بتستوي في وقت قليل قوي في السلق، فمش هتاخد معانا وقت خالص. والخضار ادينا له التحميره بتاعته، هننزل دلوقتي بالكريمه وهنديها بقى فرصتها. ندي تقليبه كده، هنزل بالشبت، هنزل بالبقدونس. حلو قوي. هنسيب بقى الشوربه بتاعتي دي تغلي كده، بنتكلم مثلا في 10 دقايق. فخلينا نطلع اخطف فاصل سريع، روق الدنيا حواليا، نرجع نقدم مع بعض الشوربه ونعمل المشروب على طول. ما تروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. سيبنا شوربه السي فود بتاعتنا تغلي زي ما قلت لكم حوالي 10 12 دقيقه، خلصناها خلاص. بصوا بقى القوام بتاعها والريحه في الاستوديو، انتوا مش متخيلين. بص بقى، هو ده اللي بقول لكم عليه، بتبقى كريمي كده تقيله زي ما انتم شايفين، ومليانه غنيه قوي بالبروتين او الخامه اللي محطوطه معانا. خلاص، هنا بصوا بقى، هو ده بقول لكم الفرق ما بينها وما بين الشوربه التقليديه بتاعتنا، القوام وكميه الخامات اللي بتبقى جوه. خلاص، فوجبه يعني، ما هياش ما ينفعش تستعملها استعمال الشوربه، فاللي هو هتضرب من دي ونخش على بقيه الاكله دي كده، بتبقى تقريبا هي دي الوجبه. عظيم جدا. ندي مسحه للطبق بتاعنا كده. تاتش كده بقدونس في النص. نبقى عملنا مع بعض شوربة السي فود الكريمي او السي فود تشاودر. جربوها، مختلفة جدا وهتعجبكم قوي، وممكن كمان نزود لها تاتش كده من الريحان الفريش، مش هيقول لا خالص. طيب، هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل سمودي الليمون بالنعناع. عندي شوية من التلج، عندي هنا شوية من الليمون، عندي نعناع فريش، عندي بشر ليمون، واخيرا عندي شوية من الميه. هننزل التلج بتاعنا الاول كده اهو، هنزل عليه نعناع، ليمون، وهنزل كمان ببشر الليمون. وهقول لكم بقى حاجه، في ناس بتحب بقى يعني الليمون واللحم بتاعه والمزازه الزياده، فمش هنصفيه. لو عايزين نخف شوية منه ممكن نصفيه لما نخلصه. خلاص، هديها تاتش مية كده، نشوف بعد كده لو عايزين نزود. واحدة واحدة بقى.
حلو كده بقى، عايز ايه؟ شويه كمان من المايه. بص التلج عندي الجرش اهو. تاني حلو قوي. كاسات التقديم سمودي بتلجه اهو. شاليموهاتنا لطيفة، نبقى عملنا مع بعض سموذي الليمون بالنعناع، وعملناه مع السي فود تشاودر او شوربة السي فود الكريمي. استعملنا سالمون، استعملنا قش بياض، استعملنا جمبري، واستعملنا الجندوفلي. وزي بقول لكم هنا بقى في البروتين نلعب زي ما احنا عايزين، اي حاجة طالعة من البحر تنفع في هذه الوصفة. طيب كده وصلت لاخر حلقتنا النهارده، اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض، سلام عليكم.